يعد طائر الكاردينال الشمالي احد اجمل الطيور البريه في العالم ويسمى ايضا بالطائر الاحمر او الكاردينال الاحمر وطائر الكاردينال الشمالي هو طائر محبوب على نطاق واسع وهو احد الطيور المتواجده بوفره في امريكا الشماليه وتوجد علاقه ودوده بين طائر الكاردينال والبشر ويستطيع الكاردينال التعرف على الاصوات البشريه وطائر الكاردينال الشمالي من الطيور الخجوله وليس عدواني وهنا الكثير من الحقائق والمعلومات المدهشه عن هذا الطائر الرائع. ذكور طائر الكاردينال الشمالي ذات اللون الاحمر الاكثر اشراقا. لها مناطق بها نباتات اكثر كثافه وتتغذى على مستويات اعلى وتحقق نجاحا مع الاناث اكبر من الذكور الاقل سطوعا في اللون. يتميز طائر الكاردينال الشمالي بانه طائر الولايه في هذه الولايات السبع، الينوي. إنديانا وأوهايو وكنتاكي وفرجينيا وويست فرجينيا ونورث كارولينا. تغني إناث طائر الكاردينال الشمالي كثيرا عند الجلوس على العش مما قد يعطي رفيقها معلومات حول إحضار الطعام إلى العش. يشعر الناس بالحيرة في كل ربيع عندما يرون طائر الكاردينال يهاجم صورته المنعكسة في نافذة أو مرآة أو سطح لامع. حيث يقوم كل من الذكور والاناث بذلك غالبا في الربيع واوائل الصيف للدفاع عن اراضيهم ضد المتسللين وهم يقضون ساعات في القتال دون ان يستسلموا ومع انحسار هرموناتها العدوانيه بعد بضعه اسابيع يجب ان تتوقف هذه الهجمات ومع ذلك استمر طائر واحد في هذا السلوك لمده سته اشهر طائر الكاردينال الشمالي شائع في جميع انحاء وسط وشرق امريكا الشماليه وجنوبا من فلوريدا والمكسيك وصولا الى بليز وغواتيمالا وتم ادخال هذا النوع ايضا الى برمودا وكاليفورنيا وهاواي ويسكن حواف الغابات وغابات مجرى النهر والاراضي الرطبه والشجيرات والحدائق والنباتات بالقرب من المنازل في الضواحي والمناطق الحضريه. سلوك طائر الكاردينال الشمالي هذه الانواع ليست مهاجره ولكنها تعيش على مدار العام في نطاقها. وتنشط هذه الطيور خلال النهار خاصة في الصباح والمساء وفي الشتاء تتغذى في أسراب كبيرة تصل إلى ستون أو سبعون طائر وخاصة في غابة مكشوفة على الأرض ولكنها أيضا تتغذى في الأدغال والأشجار وفي الشتاء سوف يجثم معظمهم ويجتمعون معا وذكور طيور الكاردينال الشمالي يدافعون عن أراضيهم ضد الذكور الآخرين طائر الكاردينال الشمالي من الطيور العاشبة تأكل بذور الأعشاب والذرة والفواكه منها العنب والتوت والبراعم وبذور عباد الشمس والحشرات على مدى مئتين عام الماضية زاد هذا النوع من حيث النطاق الجغرافي والعدد ومع ذلك فقد يؤدي فقدان الموائل على حافة نطاقها في جنوب شرق كاليفورنيا إلى فقدان السكان الأصليين في هذه المنطقة ويبلغ إجمالي حجم سكان طائر الكاردينال الشمالي حوالي مئة مليون فرد وبشكل عام حاليا يتم تصنيف طائر الكاردينال الشمالي على انه اقل اهتماما في القائمه الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعه وتظل اعداده ثابته اليوم. نظرا لان هذه الطيور تاكل الكثير من البذور والفاكهه فقد تعمل كمبعثات للبذور لبعض النباتات. قد تؤثر ايضا على تكوين المجتمع النباتي من خلال اكل البذور. على الرغم من ان ذكور طيور الكاردينال الشمالي يحافظون على لونهم الاحمر الفاتح على مدار العام الا انه من الصعب اكتشاف بعض انواع طائر الكاردينال يفضل هذا النوع من الطيور الشجيرات الكثيفه حيث تخفي الفروع المتشابكه ريشه الملون ويبني الاعشاش من اوراق الشجر الكثيفه والعوسج في مناطق محميه جيدا مثل الشجيرات او الاشجار ويعشش طائر الكاردينال الشمالي منخفضا تصل الى قدم واحده أو يصل الارتفاع إلى 15 قدماً عن الأرض، وواحدة من أفضل الطرق لتحديد موقع طائر الكاردينال الشمالي هي الاستماع إليه، والطائر يغرد في الغالب في بداية النهار وعند حلول الليل. يستمر الذكر في جلب البذور إلى رفيقته أثناء احتضانها للبيض، وبالطبع هذا عامل واحد فقط تضعه الأنثى في الاعتبار عند اختيار رفيقها. وتقوم ايضا بجمع معلومات حول لياقه الذكر من خلال سطوع ريشه. خلال موسم التعشيش يكون الذكر هو مساعد الانثى واثناء قيامها بالبناء سيحمل اليها مواد التعشيش وعلى عكس معظم الطيور المغرده تغني اناث طائر الكاردينال عاده اثناء الجلوس على العش وهذه اشاره للذكر ليحضر لها بعض الطعام. في ثمانينيات القرن التاسع عشر كان طائر الكاردينال الشمالي في الغالب طائرا في جنوب الولايات المتحدة ومنذ ذلك الحين توسع نطاقه الى الشمال والغرب الاوسط وخاصه على طول نهر ميسوري وميسيسيبي